السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأبناء الوطن العربي الجميل في كل مكان في العالم في درس جديد جميل من دروس الفيزيكس 1. كلامنا النهاردة عن الكونستانت سبيد والأفرج سبيد، كونستانت فيلوسيتي والأفرج فيلوسيتي. قبل ما نحسب الأفرج سبيد أو الأفرج فيلوسيتي محتاجين نفهم يعني إيه ديستانس. نتخيل إن إحنا عندنا جسم أو سيارة بتتحرك من الـ A للـ B، قطع 60 متر في 5 ثواني، وبعدين كمل من البي للسي 40 متر في 3 seconds، وبعدين رد من السي للدي 30 متر في ثانيتين. يا ترى الديستانس من الاي للبي كام؟ والديستانس من البي للسي كام؟ والديستانس من السي للدي كم متر؟ والتوتال ديستانس من الاي للسي كام؟ وكمان من الاي للدي الرحلة على بعضها. تعالوا نشوف. من الاي للبي زي ما احنا شايفين 60 متر مباشرة، ومن البي للسي 40 متر، ومن السي للدي مع ان هو كان ماشي يمين ورد يسار ففي اتجاه السالب، لكن الديستانس ملهاش دعوة لا بموجب ولا بسالب، دي مسافة، فهنحط 30 متر. طب التوتال من الـ A للـ C 60 مع 40، يبقى 100 متر. 60 زائد 40 يديني 100 متر. طب من الـ A لغاية دي الرحلة على بعضها، نقول 60 مع 40 مع 30 كله موجب، مفيش سالب في الديستانس. هنا بقى نقدر نحسب السبيد والافرج سبيد اللي تعتمد على الديستانس. السبيد تعتمد على ديستانس، والافرج سبيد تعتمد على التوتال ديستانس. تعالوا نقول السبيد من الاي للبي، والسبيد مثلا من الدي للسي، والافرج سبيد من الـ A للـ C، والافرج سبيد من الـ A للـ D. هنحسب الأربعة دول. من الـ A للـ B 60 متر في 5 ثواني، يبقى 60 تقسيم 5 تطلع 12. مش مهم تطلع كام، الآلة موجودة في المسألة، هيبين معانا ازاي نحسب، يعني نمسك الآلة وازاي نحسب حتى لو كانت معادلة فيها بلس فوق وكتير تحت، بس المهم نفهم الكونسبت. 60 على 5. طب من الدي للسي، لا آسف، من السي للدي، من السي للدي مع انه رد في الاتجاه السالب، لكن زي ما اتفقنا الديستانس ما فيهاش موجب وسالب. قول انت بتحسب السبيد، ما هي السبيد متعلقة بديستانس، يبقى نقول 30 تقسيم 2 تطلع 15. مفيش موجب وسالب في السبيد ولا الافرج سبيد. طب من الاي للسي، ما نقولش بقى سبيد، نقول افرج سبيد. الافرج سبيد مجموع الديستانسز اللي هي 60 زائد 40 اللي حسبناها، مش طلعت 100، على مجموع الازمنه اللي هي 5 زائد 3 اللي هي 8، ف 100 على 8 يطلع 12.5. طب الرحله على بعضها من الاي لغايه الدي، اجمع كله جمعناها لقيناها 130، اللي هي 60 زائد 40 زائد 30، يبقى 130 على مجموع الأزمنة كلها اللي هي 5 زائد 3 زائد 2 10، وبالتالي يطلع الجواب 13 متر بير سكند. السبيد والأفر سبيد مفهومش بلس وماينس، الديستانس والتوتال ديستانس مفهومش بلس وماينس، كله بلس، كله من غير إشارة يعني بلس. يفرق الكلام ده عن الديسبليسمنت. الديسبليسمنت احنا عندنا من الـ A للـ B هنقول إكس من الـ A للـ B، مجرد رمز مختلف عشان نميز بين الديستانس والديسبليسمنت، هنرمز لها بالرمز إكس. وعندنا ديسبليسمنت من الـ B للـ C، وعندنا ديسبليسمنت من الـ C للـ D. كمان عندنا توتال ديسبليسمنت من الـ A لغاية الـ C، وتوتال ديسبليسمنت من الـ A لغاية الدي، ودول اللي هستخدمهم في الافرج فيلوستي والفيلوستي.
طب من ال A لغاية ال B مشينا 60 موجب، بص أنا قلت موجب قبل كده، كنتش بقول موجب وسالب، 60. طب من ال B لل C برضه 40 موجب. طب من ال C لل D المرة دي يفرق، هنا كانت 30 لكن احنا ماشيين في الاتجاه السالب لمحور ال X، فنقول ماينس 30 متر. وبالتالي ده هيأثر على التوتال ديسبليسمنت من ال A لغاية ال C، 60 زائد 40 لاتنين موجب، يبقى 60 زائد 40 يساوي 100 متر. ونلاحظ ان هي ما فرقتش عن التوتال ديسبليسمنت من ال A لل C لان نفس الاتجاه، اما من ال A دي هتفرق لان 60 زائد 40 لغاية ال C وبعدين زائد ناقص 30 لان رد، فيطلع الجواب 70 متر، فرق عن ال 130. وده هيفرق معانا طبعا في هيأثر على الفيلوستي. عندنا فيلوستي من ال A لل B، وعايزين نحسب فيلوستي من ال C لل D، وعايزين نحسب فيلوستي من ال A لل C، وفيلوستي للرحلة كلها من ال A لل D. من ال A لل B عندنا في الاتجاه الموجب، طبعا ممكن ابص لهنا وممكن ابص على الرسم زي ما انت عايز، هنا 60 موجب ونفس الشيء 60 تقسيم 5 تطلع 12 زيها زي السبيد. طب من السي للدي نفس الشيء، 40 من السي للدي راجع، فماينس 30 تقسيم 2 كقيمه نفس السبيد ولكن كاشاره ساين فيها ماينس لان في الاتجاه السالب. من الاي للسي مش تفرق عن السبيد لان 100 على مجموع الأزمنة اللي هي 5 و 3 8 فتطلع 12 ونص زيها زي السبيد، لكن من الـ A للـ D هناخد الـ 70 اللي هي مجموع كل الديسبليسمنتس على مجموع الأزمنة كلها اللي هي 10، هنا طلعت 13 هنا هتطلع 7. طب الوحدة ايه؟ متر بير سكند، سواء للـ Velocity أو للـ Speed، طبعا كلهم متر بير سكند وهنا متر. اخر حاجه اقولها قبل ما ابدا مسائل في الموضوع البسيط، طبعا ده مقدمه، لسه في عندنا كونستانت اكسلريشن في البارت 2 وعندنا في البارت 3 الفري فولينج نفس الشابتر اللي هو موشن الونج استريت لاين. لو كان عندنا في المساله كيلومتر بير اور ومتر بير سكند او متر، لازم احول اشتغل كله بمتر وسكند او كيلومتر واور. فالكيلومتر بير اور عشان احوله لمتر بير سكند اقسم على 3.6، طبعا العكس اضرب، الكيلومتر الواحد كيلومتر 1000 متر، لذلك كيلومتر على اور عباره عن 1000 على 60 في 60 لان الساعه 60 دقيقه والدقيقه لسه 60 ثانيه لغايه دلوقتي بيقولوا كده يعني، ف 1000 على 3600 تطلع 1 على 3.6. يبقى عشان احول من كيلومتر لمتر بس اضرب في 1000، من كيلومتر بر اور لمتر بير سكند اضرب في 1000 واقسم على 3600 يعني اقسم على 3.6. العكس اضرب، لو كنت بحول من متر بير سكند لكيلومتر بير اور اضرب في 3.6، وده هيبان في المسائل اللي هنشوفها في الفيديوهات القادمه.